بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الرز المبهر، او رز خلطة، حلو جدا في العزومات، او لو عايزة تطلعي وجبات كده لله تعمليه كده وتحطي عليه يعني اللحمة او الفراخ بتاعتك، حلو جدا وسهل وبسيط، ما بياخدش مننا اي وقت، 10 دقايق، زي الرز. تقدري تعمليه بالرز البسمتي او تقدري تعمليه بالرز الابيض زي الورد. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. هنسمي ليا حبيبي، اول حاجه بجيب بصلايه كده اقطعها مفروم حتت صغيره، مكعب من الزبده والزيت، وادبلها كده. بسم الله ما شاء الله. هنعمل مع بعض احلى رز مبهر، جميل جدا جدا في العزومات او وجبات لو عايزه توزعيها ايه لله كده، بتكون حلوه قوي. دلوقتي يا حبيبي اول البصل ما بتدبل بنزل بعود قرفه وكاري، كركم، فلفل اسمر، وحبهان، وورق لورا، بنزل بيه مع البصل ليه؟ علشان يطلع الزيوت اللي فيها. البصل كده بيكون احلى كمان من لما تحطيه على الرز. تقدري تحطي قرنفل كمان، بصوا اللون بيكون قوي والريحه بتكون اقوى. بسم الله ما شاء الله، ده شغل مطاعم بقى، في المطاعم بيعملوا كده. جميل جدا. دلوقتي حبيبي ده رز بسمتي، نقعته كده بتاع نص ساعه، ودلوقتي خلاص كده غسلته وصفيته كويس قوي. دول كده بتوع كوبايتين. لما بتنقعيه خلاص كده بتسويه كانه رز عادي. بصوا بقى اللون اللي هياخده، هيكون اقوى من انك ترشي على الرز الايه التوابل بتاعتك، الكركم والكاري والحاجات الحلوه دي. وكمان هنحط له سن الزعفران في الاخر. طبعا الزعفران ده احنا عارفين بيكون غالي جدا، فلو مش متوفر خلاص عادي. الحته دي لون ازاي، وريحه التوابل وورق اللورا، حاجه كده تحفه. عايزه اقول لك كمان، لو مش عايزه تحطي البصلايه عادي جدا ما تحطيهاش، الزبده مع الزيت او السمنه، حطي التوابل بعد كده حطي الرز، تبقى زي الورد. اضافه بقى في الاخر تقدري تحطي مكسرات، ما عندكيش حطي بشره جزر، بتسكره وبتخليه حلو جدا. هنا ما شاء الله تحفه جدا. وتقدري تعمليه كمان بالرز الابيض العادي خالص المصري عادي. دلوقتي حبيبي بصوا لونه زي الفل ازاي، انا حطيت سنه ملح قليله جدا لاني انا هسقيه بشرب البط، عندي الشوربه حلوه جدا هسقيه بيها. بسم الله بتسقيه كانك بتعملي رز عادي جدا. شوربة البط طبعا بيكون سمينة بس الطعم حكاية. بصوا اللون جميل جدا جدا. وكمان هقطع فيه حتت من البط، يعني بواقي كده عندي، فهقطعها حتت صغيرة فهتديله طعم اكتر. بصوا حبايبي لونه جميل ازاي، بصوا كده خلاص اتشرب، هو وطيت عليه. ممكن تضيفي ده لو حابه، تضيفي كده قطعه من البط او من الفراخ او من اي حاجه انت عايزه تضيفيها، ده لو حابه. هو كده لوحده جميل جدا، تقدري تعملي منه وجبات، تحطي كده عليه الفرخه او اللحمه او الحاجه اللي انت عايزه توزعيها،
حلو جدا. بصوا القرنفل القرفة والتوابل بتاعتنا مديله ريحة حلوة جدا جدا، حاجة كده زي الورد. دلوقتي حبايبي انا هنا عندي الزعفران كنت نقعاه، هضيفه كده. طبعا الزعفران ده لو الرز ده اساسا ابيض هيديله لون تحفه جدا. بس ما شاء الله هضيف له كمان مكسرات علشان يكون وجبه كامله متكامله. بصوا حبايبي لونه تحفه جدا، البخار مش مخلي اللون باين، بنزل عليه كده ببندق كده او عين الجمل، عين جمل ايه، بندق بندق كده واللي هو اللوز، تمام، بيديله كده طعم. وممكن الزبيب لو نقعاه في ميه سخنه تضيفيه برضو بيكون حلو قوي. كده عملنا وجبه متكامله، حاجه كده عسل. بصوا بصوا جميل زي الورد، بسم الله ما شاء الله، الف هنا يا رب. طبعا هنقي بقى الورق اللورا والحاجات دي في التأزين. بسم الله ما شاء الله، كده خلاص خلصنا مع بعض الرز المبهر بتاعنا. حطينا له قرفة، حطينا ورق لورا، حطينا حبهان، حطينا حاجات كده جميلة جدا واديته ريحة وطعم جميل جدا. طبعا عندنا الكاري، وعندنا كمان الكركم عامل رئيسي، الكركم دوت. لو طبعا الزعفران غالي ما عندكيش ما تحطيش. حطيت المكسرات، حاجة كده زي الورد. وجبة كاملة كده متكاملة، يا رب كده تجربوها وتعجبكم، حلوة جدا في العزومات ومتاخدش اي وقت. تقدري تعمليه بالرز البسمتي او الرز المصري العادي، حاجة كده زي الفل. يا رب كده تجربوه ويعجبكم، برمضان كريم يا رب عليكم. متنسونيش بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة وكومنتات، كل حلو. يلا باي باي.